الو الاستاذه ام عمر، الو السلام عليكم. السلام عليكم، عليكم مرحبا. السلام، اتفضلي يا فندم. أهلا أهلا. لو سمحت بسأل الدكتور، التقنية الأفضل والأقل مضاعفات وآثار جانبية لإنقاص 10 كيلو إلى 12 من الوزن فقط، 10 كيلو. 10 أو 12، يعني هي أعلى من المثالي بعشرة 12 كيلو. فالتقنية الأقل مضاعفات ما أبغى يعني تأثر على الجسم. طب حضرتك اتبعت نظام غذائي، يعني مشيت على نظام غذائي مثلا مع دكتور تغذية علاجية ولا لا؟ أنا اتبعت أنظمة غذائية كثيرة بدون يعني آخذها من دكاترة، مو مباشر، يعني آخذها من زميلة صديقة، أنا آخذها من النت، نظم عشوائية يعني. لكن إيه، هنا مو بعشوائية. تمام. النظام الغذائي عندي مضبوط، لكن الحرق عندي معدوم. تمام. يعني أسوي برامج قوية على 700 سعرة حرارية ولا أنزل، نزول بطيء جدا جدا لدرجة إني خلاص يعني أحبط مع رياضة مع نادي. تمام يا استاذ، هنجاوب حضرتك حالا دلوقتي. مشكله تقريبا بنقابلها كل يوم، عندها من 10 ل 12 كيلو زياده في الوزن، اتبعت نظم اغذيه ولكن يعني عن طريق بعض الصديقات او من النت، يعني ما مشيتش بطريقه مظبوطه بنسبه 100%، وجايه لحضرتك انا عايز اعمل تقنيه اكثر فعاليه واقل ضررا. في ملحوظتين بس عايزين نقولهم. اتفضل. اول حاجه، مشيت على انظمه غذائيه زي ما حضرتك سمعت من صديقاتها او زميلاتها او وات ايفر، ايه ده غلط. النقطه اللي اتكلمنا فيها ان كل حد مختلف عن التاني، كل مريض مختلف عن التاني، فلازم تروح لدكتور متخصص في التغذيه يقيم حالتها الاول ويشوف الطريقه المناسبه ليها. هي عندها تصور ان معدل الحرق عندها قليل، ما ده ما انا ينفعش بنزل ببطء بتقيمها. شديد جدا. اكيد. النقطه الثانيه، لو هنتكلم على طريقه آمنة 100% هي الدايت. تمام. بدون أي تدخل. الدايت وصلني لليمت معين أو وزن معين، في أماكن متضايق منها شوية، دي ممكن أعملها باللايبوسكشن أو بشفط الدهون، إن أنا أساعد أشيل جزء من الدهون اللي موجود في الأماكن الغلسة دي شوية عن تمام. طريق شفط الدهون. الحل طبعا التاني لإنقاص 10 ل 12 كيلو هو البالون، بس طبعا هتبقى فترة قليلة أقل من إن أنا أقعدها بس ست هي شهور. ممكن تساعد مع تساعد بالظبط. النظام الغذائي اللي هي ماشية عليه، لأن هي حكت إن معدل، هي بتنزل بالفعل ولكن المعدل معدل بطيء، البطيء. فإحنا عاوزين عوامل مساعدة. بس. تمام. يبقى رسالة الدكتور لحضرتك إن أنت ممكن تستعملي بالونة المعدة، وهي وسيلة آمنة، وهي وسيلة غير جراحية، ولكنها إجراء بيتم بالمنظار ونتائجه إن شاء الله بإذن الله بتكون إيجابية.